كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على المملكة وأجواء من عمق الشتاء وحرارات أقل من معدلاتها بكثير، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن، تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة في ساعات الليل من هذه الليلة، ومن الغير معتاد أن تتأثر المملكة في مثل هذا الوقت بهذه الكتل الهوائية. وللتفاصيل نشاهد هنا خرائط درجات الحرارة. درجات الحرارة والأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق خلال ساعات الليل من هذه الليلة، وأيضا متوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع ساعات النهار من يوم الخميس. كما نشاهد هنا تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها من 6 إلى 8 درجات مئوية خلال ساعات النهار، ويكون هنالك فرصة لزخات متفرقة من الأمطار في المناطق الشمالية. أما في ساعات الليل فيطرأ أيضا وتتعمق الكتلة بشكل أكبر في المملكة، لتصبح درجات الحرارة باردة جدا في ساعات الليل تحديدا في المرتفعات الجبلية، وأيضا من المتوقع أن يكون هنالك فرص لزخات ثلجية خفيفة على المرتفعات الجنوبية من المملكة. بعض التوصيات والتحذيرات من هذه الأحوال الجوية القادمة: بداية مراعاة العودة إلى اللبس الشتوي الثقيل نظرا لبرودة الأجواء القادمة تحديدا في ساعات الليل، ومراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية. أما في هذه الليلة وفي العاصمة عمان تحديدا درجات الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية، غيوم متفرقة، وسرعة الرياح تصل إلى 22 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة خميس وجمعة وسبت يكون هنالك ارتفاعات تدريجية على درجات الحرارة، ولكن بسيطة، تصل من 10 إلى 11 إلى أن تصل إلى 14 درجة مئوية في يوم السبت. درجات الحرارة الليلية منخفضة كما نشاهد هنا يوم الخميس والجمعة 4 درجات، وارتفاع بسيط يوم السبت لتصل إلى 7 درجات مئوية. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا في إربد، فرص للأمطار من 13 إلى 8 درجات، في المفرق من 12 إلى 6 درجات، في جرش من 14 إلى 8 درجات، في عجلون من 12 إلى 6 درجات، أيضا مع وجود فرص لزخات من الأمطار. عمان من 10 إلى 4 درجات، في الزرقاء 13 إلى 7، في البلقاء 11 إلى 5 درجات، فرص للأمطار في مادبة 11 إلى 5 درجات، وفي البحر الميت من 22 إلى 14 درجة مئوية وغيوم متفرقة. في الطفيلة 10 إلى 14، في معان 13 إلى 4، وفي الكرك 11 إلى 5 درجات، جبال الشرام من 8 إلى درجتين، وفي العقبة من 22 إلى 12 درجة مئوية. وأخيرا في المناطق الشرقية رويشد 17 إلى 4، في الصفاوي أجواء مغبرة من 15 إلى 4، وفي الأزرق من 16 إلى 6 درجات مع أجواء مغبرة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن، تمويلكم مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.